السلام عليكم المتتبعين المتتبعات. وقعت هزة أرضية اليوم بالمغرب، بالضبط منطقة أداسيل بالقرب من مراكش، وتوجد بين مراكش وأكادير. وكانت درجة الزلزال 6.8 درجات على سلم ريشتر، وشفناها في لي زابليكاسيون ديال التليفون وفي الاخبار ديال جوجل. وهذه المنطقة موجودة باقليم شيشاوا، وهاد الهزة هذه ضربت عدد جهات كبير من المملكة، وحسوا بها الناس في باقي المنطقة المملكة بدرجات متفاوتة، ولكن حسوا بها الناس ديال مراكش وديال أكادير وهربوا للشوارع. اتصلت أنا بالإخوان والأخوات اللي كنعرفهم في ذاك المنطقة، وحكاوا لنا الذعر اللي حسوا به وهربوا للشوارع. أكثرية اللي ساكنين في 5 ايطاج و 4 ايطاج، والله يلطف بينا، الله يلطف بينا، والله الله يجعل هذا الشيء كل شيء يدوز على خير وبخير، ونتمنى ما يكون لا اضرار ولا حتى شيء مصائب اخرى. الله يحفظ، ونتمنى السلامه للجميع. وهنا بمنطقه تازه حسينا بها، خرجوا الناس من لاطيراس ديال القهاوي للقدرون الوسط ديال الطريق. واتصلت بواحد الاخت ديالي انا في ساكنه في 5 ايطاج، حسوا بها هزه قويه لدرجه انهم هربوا للشارع، خرجوا الراجل ديالها خرج للشارع. على اي، اللهم نسالك السلامه والعافيه، نتمنى السلامه للجميع. كانت هزة قوية بالفعل، 6.8 درجات هزة قوية. أتمنى ما يكون لا خسائر ولا تحجف الممتلكات ديال الناس. أتمنى السلامة للجميع. هاد الهزة كانت قوية لدرجة أنهم الناس خرجوا في الجرادي، راهم جالسين في الجرادي. وعندنا معلومات أن الناس ديال أكادير ومراكش خرجوا ما غيباتوش الديور ديالهم، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يحد الباس. هذا اللي كنتمناه، وتحياتي للجميع، وخليونا التعليق ديالكم من باقي مدن المملكة، نشوفوا أثر هذه الهزة على باقي مدن المملكة. وإلا كان شي جديد أنا معكم ديما، وشكرا للجميع على الدعم، ونتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو وديروا الاعجاب وديروا كومنتير باش نطوروا المحتوى ديالنا. وسلامي للجميع، وشكرا لكم، تحياتي لكم من مدينة تازة.